بالنظر على علاقة السعادة بالمال. كاين بزاف الناس كيعتقدوا على انه الى خصهم انفيستيو بزاف، وشطب لي على انفيستي يعني استثمر بزاف ديال الفلوس باش يحقق بزاف ديال الفلوس، ثاني يحقق بزاف ديال السعاده. كاين الناس اللي تيقول لك اودي السعاده هي ليست مرتبطه بالمال، وانما هي مرتبطه بزاف ديال الحوايج، الفلوس ما تيخلقوش السعاده. ف يعني وجهه نظري في هذا الموضوع هذا، وبالنسبه لي كيفاش كنشوف الحياه، كيفاش كنشوف داك الشيء اللي باغي انا، او لا مفهوم السعاده اللي كنقلب عليه. مفهوم السعاده اللي كنقلب عليه انا شخصيا ما كيرتبطش بزاف ديال المال، لانه كما قلت انه قد ما تحقق ديال الفلوس غادي تحقق ديال السعاده. ولكن انا شخصيا واحد النوع ديال الناس ما كيبغيش انه يجري بزاف وراء الفلوس. يعني واحد السيد ما باغيش يخدم بزاف، ما بغيتش نضيع انا حياتي كامله وانا كنخدم، بالعكس انا اللي باغي نضيع ندوز حياتي يعني ندوز واحد البون بارتي من حياتي حتى 30 عام على سبيل المثال، ومن بعد غادي نكون قدرت انني انفيستي بزاف، حققت بزاف ديال الانكم او باسيف انكم، اللي ممكن ان هذا الباسيف انكم يخليني انني نخدم. فبالتالي انا شخصيا كنشوف انه سعاده بالنسبه لي انني من هنا 35 عام ما باقيش نخدم، وبالتالي فنحقق مثلا انني نعيش مع الاهل ديالي، انني نعيش مع العباد، هذا هو الهوايات ديالي، لا من خلال انني نمشي ندير فورماسيون اللي باغي ندير فورماسيون اللي باغي نديرو، بحال مثلا اللي فورماسيون اللي انا باغي نديرهم هي فورماسيون ديال الطياره، انني نسافر بلدان، انني يعني ما باقيش باغي نخدم، ولكن باغي ما بقي في حياتي ما بقاش نجري من وراه، لانه يعني حسب يعني اللي كان امن به ان الحياه هي فقط واحد الباساج، يعني ما غاديش نبقى فيها دايم. الوغ ما يمكنش ليا انني مثلا حتى 40 عام او لا ماشي 40 نقول حتى 50 عام او لا 60 وانا كنجري وكنخدم وهذا باش نحقق واحد الثروه. فبالتالي اللي بالنسبه لي انا شخصيا مثلا نقدر انني نجمع، يعني ما تنقولش نجمع عفوا تنقول كنقول انفيستي وماشي نجمع الفلوس، لانه خصك تعرف واحد القضيه عزيزي، ان الناس يعني البول مايند سيت، العقليه الفقيره ماشي عندها يعني الفقر ماشي بالفلوس، العقليه الفقيره هي كتجمع الفلوس ماشي كتستثمر. الناس اللي كيحققوا الثروه كيستثمروا في مجموعه من المجالات، يعني من دابا حدك صغير حتى لواحد السيره، فانت كتحدد واحد المفهوم ديال السعاده بالنسبه لي. واش انا بالنسبه ليا شنو باغي في هذه الحياه؟ واش باغي سيارات واعرين، باغي ديوره، بغيت نسكن في فيلا واعره، باغي شنو انت باغي من هذه الحياه؟ فكل واحد مفهوم السعاده بالنسبه لي كيختلف. انا بالنسبه ليا على سبيل المثال طوموبيلات واعرين او مضارب عامره بطوموبيلات واعرين او عندي فيلا كبيره، هذا ماشي مفهوم السعاده بالنسبه لي. مفهوم السعاده بالنسبه ليا انا شخصيا هو ان مثلا بنتي انفيستي في بنتي، كاع الاستثمارات اللي كندير واحد لابارتي منها كنستثمر، ودوك المداخيل كنخصهم لهذ البنتي لقرايتها الصور الذات ديالها الى مجموعه من الامور. كان بالنسبه لي مفهوم السعاده هو انني على 35 عام نقدر انني نولي حر، ما باقيش نقدر نخدم، ما باقيش نسطع راسي مع الخدمه، يعني وقتي كله مع العائله ديالي، كندوز وقتي مع العائله الشؤون ديال العائله. بالنسبه لي انا السعاده انني نسافر، انني ولكن بالنسبه لي السعاده ماشي يكونوا عندي بزاف ديال الفلوس. فبالتالي يا صديقي خاصك من دابا تحدد مفهوم السعاده بالنسبه لي، وبالتالي ملي غادي تحدد هذاك مفهوم السعاده بالنسبه لي غادي تعرف شحال غادي خصك ديال لانفيستيسمون باش توصل لهذاك الهدف اللي انت باغي توصل له.